عاجل ورسميا ننشر موعد صافي مع عشيات شهر نوفمبر. اهلا وسهلا بكم اعزائي متابعين قناتنا الكرام، اتمنى من الله ان تكونوا في افضل حال. قبل ما ابدا ياريت حضرتك تشترك في القناه بزر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وتفعل زرار الجرس ليصلك كل جديد. عاجل ورسميا ننشر موعد صرفي مع عشيات شهر نوفمبر. اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي رسميا موعد صرف معاشيات شهر نوفمبر 2019، وكلفت الوزارة صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف المعاشات. وحددت الوزارة الاول من نوفمبر المقبل موعد لصرف المعاشات لعدد 4,900,000 مواطن قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار جنيه. وأكدت الوزارة على ضرورة تيسير عمليات صرف المعاشات من المنافذ المختلفة، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الATM ومنافذ مكاتب التأمينات. ومن جانبه أكد رئيس صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي محمد سعودي أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقوبات قد تواجه أصحاب المعاشات. وأكدت غادة والي وزيرة التضامن على تقديم صرف المعاشات انطلاقا منها على حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك كل جديد.